مقر جديد للمفوضية العليا للانتخابات في بنغازي ينتظر اجتماعات لا تهدأ تمهيدا لإجراء الانتخابات مع نهاية العام كما هو مأمول. المقر الجديد شهد في مايو الماضي أعمال صيانة لإصلاح الأضرار التي ألحقتها الجماعات الإرهابية. هذا المقر الآن أصبح على استعداد لاستقبال الناخبين، لاستقبال المرشحين للخوض في العملية الانتخابية وتحت سيطرة حكومة مؤقتة ومجلس نواب، وكذلك تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية. ربما لدينا ما نقول فيما حدث في المفوضية العليا في طرابلس، ولكن هذا الصرح الذي افتتح اليوم يدل دلالة واضحة على أن ما قامت به القوات المسلحة العربية الليبية من تحرير الوطن من الإرهاب نحصد الآن نتائجه بهذه المؤسسات الليبية، المؤسسات الآمنة الأمنية، المؤسسات التي تستطيع من خلالها ليبيا أن تقوم بما عليها من واجبات تجاه الانتخابات، تجاه أي استحقاقات قادمة سواء انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية. يبدو أن الاستقرار الملحوظ في بنغازي وسيطرة قوات الجيش الليبي على كامل المنطقة الشرقية انعكس على البدء في أعمال البناء والترميم في بنغازي بشكل عام والمفوضية بشكل خاص. اليوم يفتتح هذا المقر الجديد للإشراف على أي انتخابات قد تجرى. نحن طبعا ليس ضد الانتخابات وليس ضد الديمقراطية وليس، ولكن مع انتخابات نزيهة، مع مفوضية تكون نزيهة، مع أشخاص نزيهين يتسموا بالحياد. فيما أبقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مقرها في طرابلس الذي تعرض مؤخرا هو الآخر لعمل إرهابي أدى إلى مقتل 14 شخصا، والذي تبنى الهجوم تنظيم داعش الإرهابي. ويعد إعادة افتتاح مكتب الانتخابات بمثابة الإشارة أن العمل الإداري جار، الأمر الذي يمكن أهالي بنغازي من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في التصويت والذي كفله الدستور لهم. بعدما هاجمت الميليشيات الغوغائية وحرقت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، هي بنغازي تبني فرعا لها في المدينة ليكون على أوبة الاستعداد لاستقبال أي أوامر قد تصدر من مجلس النواب لأي استحقاقات قادمة. عوض البرغفي، ليبيا الحداثة، بنغازي.